بماذا انتهت مناقشات أو حوارات السيد السوداني والوفد المرافق له مع المسؤولين الأمريكان حول مذكرة تفاهم انسحاب القوات أو جدولة انسحاب القوات الأمريكية؟ هل هنالك مذكرة تفاهم بنصها الأخير قد وقعت أم الاجتماعات ما زالت حتى هذه اللحظة تبحث في هذه القصة؟ هل وقعت مذكرة تفاهم بجدولة الانسحاب أم تم تأجيلها بسبب التطورات الحالية؟ هذا الذي أبحث له عن إجابة. لا بس أستاذ نجم، أولا المهام للتحالف الدولي قد انتهت بقرار من قبل السيد رئيس الوزراء في 5/1/2024 في مطلع هذا العام، لكن بالمقابل اللجنة العسكرية العليا قد عملت على مناقشة وضع الجدول الزمني، وهو ما تم الانتهاء منه فنيا حقيقة قبل فترة، لكن بالمقابل مثل ما ذكر بيان وزارة الخارجية أن الأوضاع والظروف مثل ما ذكر حضرتك الآن كانت قد لا تسمح بإعلان هذا البيان المشترك، ولكن بالمقابل الوفد العراقي الذي زار واشنطن بقيادة السيد وزير الدفاع قد أشار بصورة واضحة إلى إنهاء المهام من ناحية فنية، ولكن يبقى القرار السياسي بيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني لإعلان ذلك مع دول التحالف الدولي التي وافقته طبعا بصورة تامة على إنهاء مهام التحالف الدولي والعودة إلى علاقات طبيعية سواء مع الولايات المتحدة. هل هنالك موعد أم سيترك للنقاش في مراحل لاحقة؟ لا إذا تسمح لي، هنالك بيان مشترك سيصدر طبعا خلال الفترة المقبلة، وهذا يعتمد طبعا على قرار السيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني، وكذلك بالمقابل الحوارات التي أجراها الآن صباحا مع السيد وزير الخارجية الأمريكي كانت تشير بصورة واضحة إلى هذا المسار من أن مهام التحالف الدولي قد انتهت، ولكن بالمقابل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر، وكذلك العلاقات مع دول التحالف الدولي ستستمر، وهذا بالتالي معناه أن علاقاتنا ستنتقل من جانب الحرب إلى جانب السلام إذن لا إعلان عهد التنمية الذي تقوده الآن الحكومة العراقية. إذن لا إعلان من نيويورك عن لا هنالك عن جدول نجم أستاذ نجم بس اسمح لي، الإطار الفني قد انتهى الحوار به عبر اللجنة العسكرية العليا، القرار السياسي ذاهب بإنهائي بصورة تامة جدا لمهام التحالف الدولي. متى؟ لكن بالمقابل إلى أنه الأيام التي هي سيكون بها يعني الوفد العراقي بقيادة السيد رئيس الوزراء سيتم عن إعلان هذا المسار، ولكن هذا يبقى القرار لدى السيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني، فبالتالي هذا الإعلان هو سيكون من خلال السيد رئيس الوزراء، وهذا ما ذكره قبل أن يأتي إلى إذن يحتاج يعني إلى وقت. هذا الإعلان يحتاج إلى وقت وبرمجة وإعادة تفاهمات ومراقبة ما يحدث بالمنطقة. لا ليس ما يجري من إنهاء مهام التحالف الدولي ليس له علاقة بما يجري بالمنطقة، هذه المهام كانت مرتبطة فقط في لكن الخارجية العراقية قالت هذا يا دكتور المحررة. علاوي بس بيان الخارجية العراقية هو بيان حكومي قالت نتيجة لما يجري في المنطقة تم تأجيل جدولة الانسحاب الأمريكي، هذا قرار حكومي، هذا فيما يخص كيف لا علاقة له التوقيت. إذا اسمح لي نعم بالتوقيت مو على الفكرة أناقش التوقيت الزمني الذي كان لابد أن يعلن من بعد انتهاء المباحثات الفنية ووصولنا إلى القرار السياسي، كان من المفروض أن نعلن، لكن ظروف المنطقة كانت لم تسمح بهذا المسار. الآن ظروف العراق حقيقة تسمح بهذا المسار، لكن بالمقابل إلى أنه نحن ننظر إلى أن مهام التحالف الدولي هي مرتبطة بوضع محاربة التنظيم الإرهابي داعش، هي ليست لها علاقة بالتصعيد الذي يحدث الآن في المنطقة، لأن هذا هنالك مسارات دولية وأقليمية يعني تسير باتجاه مختلف عما نريده نحن بقضية مهام التحالف الدولي. مهام التحالف الدولي مرتبطة بنمو وتطور القدرات للقوات المسلحة العراقية وكذلك إمكانياتها وقابلياتها القتالية في مواجهة التنظيم الإرهابي داعش، وكذلك بالمقابل في إدارة السيادة الوطنية وإدارة الحدود الدولية، هذه هي المهام التي من الممكن ولذلك يا أن دكتور نقيم عليها ما ينهي مهام التحالف الدولي. أما قضية الصراع الإقليمي والدولي الذي يحدث، هنالك رؤية دبلوماسية للعراق وهذا ما عبر عنه السيد رئيس الوزراء الآن، وكذلك يعني تسير باتجاهه زين. طيب دكتور حسين دول المنطقة بهذا المجال.